شنو مشكلتك عمو؟ مشكلتي انا عندي شهيدين طلعوا لي راتب يا ابن الخال. شهيدين اولادك؟ اولادي ايه؟ امهم سرطان وتعبانه فرد مره وهذيك هسه اما احكي صدق هذيك بجسر سنك الجدي يعني هاي ام الشهداء اثنين الجدي رحمه الوالده الله اكبر كارثه. روح شوفوها وين استشهدوا اولادك عمو؟ قلت له هنا بالباب المعظم اثنيناتهم قاعدين يودون اكل لجدهم ينقتلون هاي بالطائفيه اثنيناتهم سويه؟ اثنيناتهم سويه زين واحد 84 واحد 89 والحال تعبان فرد مره يعني اريد بيت اسكن فيه فشي اقول والله عم نطتني الدوله كل شيء ما ابد ما استلمت راتب تقاعد؟ راتب تقاعد اعطوني ايه زين اعطوني مال الشهيدين ايش قد 700,000 زين هو الشهيدين 2,400,000 لو يعطوني 700,000 هاي وحده اثنين هسه ما اريد عمي الراتب هسه بس خلي يعطوني قطعه مال قاعه اسكن بيها حتى لو ابني هيك بتنك وين تسكن عمو؟ بالفضل بالفضل ايه. ان شاء الله يوصل صوتك انا راح اخذ رقمك عمو ايه. واعرض مناشدتك وان شاء الله خير